حاليا عندنا 12500 صيدلي منتشرين في الجزائر، يعني معدل صيدلية لكل 3000 ساكن، وهذا يعني يعبر عن تشبع الخارطة الصيدلانية. والمعيار القانوني، المعيار يعني كدولي، هو لا يجب أن يتعدى الصيدلية ل 5000 سكن، يعني وهذا يعني ارتفاع عدد الصيدليات يصعب أيضا من مهمة الصيدلة. يعني احنا نفتخر بأن الصيدلة متواجدين عبر جميع ولايات الوطن بما فيها 10 ولايات للجنوب الكبير، عندنا أكثر من 4500 صيدلية مفتوحة في إطار المنشور الوزاري لفتح الصيدليات في المناطق المعزولة والنائية ولا الأحياء حديثة النشأة. هذا الانتشار الكثيف للصيدليات يسهل يعني على المواطنين اقتناء الأدوية ويقرب الصيدلي من المواطن، ويساهم في نمو الخدمة الصحية في إطار الخارطة الصيدلانية وفي إطار الخارطة الصحية الوطنية. ولكن بالمقابل هذا الارتفاع الهائل للصيدليات يعني أثر سلبيا أيضا الناحية القانونية والتنظيمية والاقتصادية للصيدليات.